من كوفنتري معي رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. سيد عبد الرحمن تحياتي لك من لندن. دعنا نضيء على آخر المعلومات حول تعرض هذه الشاحنة التي يبدو أنها كانت تنقل سلاح إلى داخل سوريا. نعم، مساء الخير. هي من ضمن 5 شاحنات دخلت او من نوع براد التي من المفترض ان تحمل خضار وفواكه دخلت من العراق فجر اليوم. استهدفت هذه الشاحنه بعينها فقط عندما كانت متوجهه باتجاه مطار الحمدان في منطقه البوكمال. جرى استهداف هذه الشاحنه مما ادى لحدوث انفجارات واحتراق الشاحنه وإصابة سائق الشاحنة ومرافقه بجراح بليغة، قد يكونا فارقا الحياة. الآن وأنا أتحدث معك ونقلها إلى مشفى خاضع للسيطرة الإيرانية، أي أن هناك تتبع واضح من قبل من استهدفهم، ويرجح بأنه الولايات المتحدة الأمريكية حتى لو لم تعلن. من داخل الأراضي العراقية إلى أن دخلوا الأراضي السورية، هي تعلم بأنه ضمن هذه الشاحنة يوجد ذخيرة وسلاح، لذلك جرى استهداف هذه الشاحنة بعينها. ولم يجري استهداف الشاحنات الخمسة التي دخلت يعني موكب واحد إلى داخل أو قافلة واحدة إلى داخل الأراضي السورية. وكيف يجب أن نقرأ تصاعد وتيرة هذه العمليات والعنف في هذه المنطقة؟ تحدث عن الجولان السوري المحتل، عن الحدود الأردنية السورية، عن الحدود بين العراق وسوريا. يعني كل هذه المناطق مشتعله من الجولان المحتل الذي تبنت المقاومه الاسلاميه استهدافه، ولكن الاستهداف كان من حزب الله اللبناني، وايضا الى الحدود السوريه الاردنيه التي تشهد اشتباكات عنيفه مع تجار المخدرات، وقد يكون هناك سلاح ضمن قوافل المخدرات، وايضا على الحدود السوريه العراقيه استهدافات متبادله بين الولايات المتحده الامريكيه من طرف والمجموعات المرنة لإيران، وبين إسرائيل من طرف وإيران والمجموعات المرنة لها. بالمقابل دعنا نقول بأن هذه المجموعات المرنة لإيران استهدفت القواعد الأمريكية نحو 80 مرة منذ منتصف شهر تشرين الأول أكتوبر الفائت، أي منذ الحرب على غزة. شكرا جزيلا لك من كوفنتري في المملكة المتحدة، رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.